فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم. أي نعم، وصف الله كل من الطائفتين، طائفة المنافقين وطائفة المؤمنين، بصفاتهم المميزة. فالمنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، هذه صفاتهم، هذه صفاتهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه صفات المؤمنين. نعم. قال: وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم مضى يذكر ذلك. نعم، أعمال المؤمن على قسمين: أعمال خاصة به لنفسه يعملها ويقوم بها، وأعمال عامة له ولغيره، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيتاء الزكاة، الصلاة مثلا. نعم. هذه خاصة بالمصلي. نعم. خاصة بالمصلي، عمل بدني خاص بالمصلي، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتعدى نفعه إلى الغير. تعليم العلم النافع يتعدى نفعه إلى الغير، الصدقة تعدى نفعها إلى الغير. فالمؤمنون يعملون الأعمال الخاصة بهم والأعمال العامة لهم ولغيرهم، لأنهم يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال: أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا. أي نعم. والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة. أي نعم. والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون حظ العامل منه هو الأمر به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يتعدى نفعه إلى الغير.